أهلا بكم. إنه اليوم 18 بعد أول زلزال ضرب منطقة شرقي المتوسط وغير وجه الحياة في الجنوب التركي والشمال السوري. المناطق المنكوبة ما زالت تلملم الشتات بعد الكارثة. حصيلة الضحايا تجاوزت 50,000. أزمة النازحين تقترب من دخول أسبوعها الرابع، والاتحاد الأوروبي أعلن أنه قرر تخفيف الإجراءات العقابية ضد سوريا للسماح لمنظمات الإغاثة بالتسليم السريع للمساعدات من دون التقدم بطلب لمدة 6 أشهر. كل هذه التطورات المرتبطة بكارثة الزلزال في سوريا وتركيا نرصدها في هذه التغطية الخاصة مع شبكة مراسلينا، ومعنا من اللاذقية مراسل الميادين محمد الخضر، ومن حلب مراسل الميادين رضا الباشا، وسيكون معنا من مرسين الزميل الصحفي عمر كايد. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي من اللاذقية، مع مراسلنا من اللاذقية محمد الخضر. محمد، يعني وأنت الآن في اللاذقية في هذه الأثناء في المنطقة الحرة حيث تتواجد، تتجمع قوافل الدعم العراقي. في البداية لو تحدثنا عن طبيعة الدعم العراقي، وهو نوعي كما يعني قيل عمليا. صحيح، مرحبا بك، تحياتي للسادة المشاهدين. اخترنا المنطقة الحرة لأنها أشبه بمقر عمليات لكل الدعم الإغاثي العراقي المقدم لسوريا على خلفية تداعيات هذا الزلزال. قبل قليل وصلت إلى هذا المكان قافلة المودة والرحمة، وهي مقدمة من حزب الدعوة العراقي. وصلت حوالي 50 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والمواد الغذائية بشكل خاص، وهي تأتي ضمن هذا الجهد العراقي بشكل كبير بشكل عام. هناك أيضا قوافل تابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وهي أيضا تتواجد في هذه المنطقة. وهناك بشكل أوسع دعم الحشد الشعبي بما يشبه خط بري متواتر، تقوم القوافل بالتوجه من بغداد والمحافظات العراقية باتجاه الأراضي السورية، باتجاه حلب أو باتجاه اللاذقية. الجهد العراقي في الواقع نوعي، لأنه بدأ واضحا أن هناك يعني غرفة عمليات مركزة تتواصل مع المحافظات المنكوبة في سوريا التي أعلنت الحكومة أنها منكوبة أو المناطق المنكوبة، وتقوم بحصر الاحتياجات، وبشكل متواتر يتم تقديم هذا الدعم إلى هذه المناطق. هناك على هذا اليوم أو ربما يوم أمس كان العدد أو الكميات بمعنى حوالي 1,000 طن من المواد الغذائية والإغاثية على مدى هذه الأيام 16. وهناك موافقات من الحكومة السورية على دخول 350 شاحنة وأكثر من ذلك، تحمل كل شاحنة حوالي يعني تحمل أيضا حوالي 1,000 طن. إضافة إلى هذا الجهد، يعني هذا ما يلفت في الواقع يعني كمشاهدين ومتابعين لهذا الأمر، أن هذه القوافل محملة بكل ما يستلزم، أي أنها تصور إلى درجة أن حتى الوقود الذي تستخدمه هذه السيارات هي تأتي به معها. هناك مطبخ كامل نستطيع ربما بعين الكاميرا أن نرصده من هذا المكان، مطبخ أيضا يقدم الوجبات ويقوم هو بعملية الطبخ وشراء المواد وتقديم حوالي 15,000 وجبة في كل مرة، يعني في الصباح 15,000 وجبة والغداء والعشاء، إضافة إلى ما يتصل بمخبز، يعني مخبز متنقل جيء به من العراق وأيضا يقدم وجبات الخبز ووجبات الخبز السمون لمناطق ليست فقط المناطق المتضررة. هنا جهد بالتعاون مع المحافظة، مع لجنة الإغاثة في المحافظة، يتم اختيار مناطق ريفية محيطة باللاذقية، قام الأهالي من المناطق المتضررة بالزلزال بالتوجه إليها، أي أن الاستهداف يصل إلى مناطق لم تستهدفها من قبل عمليات الإغاثة، وفي ذلك دور كبير في الواقع ودور نوعي تقوم به هذه الجهات العراقية المتعددة، حكومية وحشد شعبي وقوافل من حزب الدعوة ومن العتبة الحسينية المقدسة ومن مواطنين وجمعيات، وكل المجتمع العراقي في الواقع هو موجود على الأقل كما نشاهد في هذه المنطقة، وحركة دؤوبة على مدار الساعة.
تماما محمد. محمد دعنا ننتقل إلى مرسين، الزميل الصحفي من هناك عمر كايد. عمر، بعد التحية يعني، وأيضا سيكون معنا الزميل رضا الباشا من حلب. عمر، يعني وأنت الآن في مرسين في هذه الأثناء، لو تحدثنا عن آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد المباني المدمرة، كم أزيل من الركام؟ ونحن نعلم أنه حجم الكارثة كبير بطبيعة الحال في هذه الأثناء. نعم مروان، تستمر عملية تقييم المباني المتضررة. حتى الآن في أحدث إحصائية قال وزير البيئة التركي أنه جرى تقييم 1,250,000 منزل، وأن المنازل المتضررة هي 165,000 منزل و300، بين متدمر بشكل كامل وبين متصدع ومتشقق ولا يصلح للسكن وينبغي إسقاطه، وبين متضرر يمكن ترميمه. لكن هذه 165,300 مبنى لا تصلح للسكن حاليا. لهذا هذه في آخر إحصائية حصلت البارحة حتى الآن. هناك تحدث أيضا المصادر الرسمية وتحديدا الرئيس رجب طيب أردوغان أن السلطات التركية في سعيها لإعادة الإعمار ستقوم ببناء مدن جديدة. هذه عملية البناء هذه ترتكز على أربعة ركائز. الركيزة الأولى أن تكون بعيدة عن خط الزلازل. أما الركيزة الثانية فهي أن تكون الطوابق محددة، أي لا تكون الطوابق عالية جدا، لأن معظم أو الكثير من الطوابق الأبنية التي سقطت وكانت آثارها كارثية هي الطوابق عدد طوابقها كثيرة. أما الركيزة الثالثة التي تحدث عنها فهي أن لا يكون هناك محال تجارية في الأسفل، بل أن تكون المحال التجارية بعيدة عن الأماكن السكنية. أما الركيزة الرابعة فهي أن تكون مقاومة للزلازل، وكي تكون مقاومة للزلازل يجب أن تخضع لرقابة كبيرة، ويجب أن يكون المفتشين يعني مؤهلين لذلك، وأن يكونوا أيضا متابعين وسيتعرضون للمساعدة. هل من توقيت؟ عملية نعم. هل من توقيت؟ عملية البناء نعم، عملية البناء ستبدأ في آذار، يعني أي بعد أيام ستبدأ عملية البناء. تحدث المصادر الرسمية من أكثر المسؤول أنها ستنتهي خلال سنة، لكن كان تأكيد بالأمس من وزير البيئة أيضا التركي قال نحن في المرات السابقة حين حدثت بعض الزلازل الصغيرة لم تكن أضرارها كارثية كما هذه الأضرار، قلنا أننا سنسلم بعد سنة، لكن التسليم جاء بعد 6 أشهر. فعملية البناء ستبدأ بشكل مكثف، لكن عملية التسليم قد تبدأ في بعد 6 أشهر وليس بعد سنة. لكن بسبب حجم الأبنية التي سيعاد بناؤها، ونحن نتحدث عن تقريبا 260,000 وحدة سكنية، قد يتأخر الموضوع لمدة سنة، لكن عمليات التسليم ستبدأ بعد 6 أشهر. فيما يتعلق تحديدا بمدينة أنطاكيا التاريخية والعريقة، هناك نقاش وسجال كبير، هل ستزال المدينة بأكملها ويعاد بناء مدينة جديدة؟ كان هناك تأكيد من المسؤولين الرسميين الأتراك أنه لن يجري هذا الأمر، بل سيستخدم علماء ومتخصصين، سيجري استخدام علماء ومتخصصين من 64 جامعة في تركيا. نعم. لدراسة الطريقة الأفضل للمحافظة على هوية أنطاكيا التاريخية. لهذا الأمر مروان، حين ذهبنا إلى أنطاكيا نرى أن هذه المنطقة يصورها الجيش، يحيط بها الجيش ويمنع أحد من أن يدخل إليها، وتحديدا الجرافات. المناطق التاريخية لم تبدأ عملية رفع الأنقاض فيها كي لا تندثر المعالم التاريخية، لأن لكل حجر في هذه المنطقة، لكل نقش، لكل زاروب، لكل زقاق، لكل مقهى، لكل نادي، لكل حانة أيضا، حتى يعني هذه الأماكن هي تاريخية تعود لقرون طويلة. لهذا سيجري رفع الأنقاض رويدا رويدا، بالتأكيد، شيئا فشيئا، بتأني وبطريقة هادئة، كي يحافظوا على ما يمكن أن يحافظوا عليه، وأن يعيدوا ترميم ما يمكن ترميمه، أو محاكاة إن لم يكن هناك إمكانية لإعادة ترميمه
محاكاة ذلك. وهذه الأماكن التاريخية يعني بطبيعة الحال هي الشاهد على الحضارات. عمر تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا من حلب مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، يعني إذا أردنا نتحدث عن مسار الدعم ومسار الإغاثات، ماذا عن قوافل الدعم العراقي وهي تصل إلى حلب، وأيضا عن قافلة الدعم الأرمينية التي وصلت إلى المدينة؟ نعم مروان، أولا نتحدث عن دعم قافلة الدعم الأرمينية. طبعا أرمينيا دخلت بفرق الإنقاذ التي كانت في الأيام الأولى من خلال الدفاع المدني الأرمني أو الهلال الأحمر الأرمني الذي كان إلى جانب فرق الإنقاذ السورية، ومن ثم وصلت طائرتان أرمنيتان في الأيام المتتالية. كانت آخر طائرة وصلت إلى حلب صباح يوم أمس. أيضا وصل وزير الخارجية الأرمني إلى مدينة حلب وحضر اجتماع مع محافظ حلب لتقييم الأمور، ماذا تحتاج حلب أكثر من ذلك من مساعدات، ما هي الحاجات التي تحتاجها المدينة حتى الآن. الطائرة الأرمنية التي وصلت يوم البارحة كان على متنها 20 طنا من المواد الإغاثية الضرورية في ظل الهزات الارتدادية المتكررة والزلازل المتكررة التي تضرب هذه المدينة، وفي ظل أيضا ازدياد عدد النازحين جراء حالة الخوف والهلع التي تصيب هذه المنطقة. ولكن أيضا على المقلب الهام هي المساعدات العراقية والقوافل العراقية التي لم تنقطع تقريبا على مدار 15 يوم، أو دعني أكون دقيقا أكثر، في اليوم الخامس للزلزال الذي ضرب حلب وشمال سوريا وصولا إلى تركيا بدأت القوافل العراقية تصل. نحن الآن في أحد الأماكن حيث وصلت قافلة عراقية تحت اسم حملة أهل الخير التي برعاية عصائب أهل الحق، هي جزء من الحشد الشعبي العراقي الذي تصل قوافله تباعا إلى مدينة حلب. للإطلاع طبعا مروان على تفاصيل هذه القافلة، ماذا تحمل، عدد الشاحنات التي وصلت، يمكن أن نستضيف السيد زلفقار، هو المسؤول الإعلامي المتابع لحركة القافلة من بغداد وصولا إلى حلب. سيد زلفقار، نحكي أكثر عن هذه القافلة، عدد الشاحنات وكيف من أي محافظات عراقية إجت؟ السلام عليكم. في البداية تحية طيبة لك ولقناة الميادين التي واكبتنا أولا بأول. حقيقة هذه القافلة نادى سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي، وجه لجمهور المقاومة ولأبناء الحركة بضرورة جمع مساعدات لمساندة الشعب السوري وإغاثتهم. بعد 7 أيام من جمع هذه المساعدات تم جمع 140 شاحنة تتراوح حمولتها ما بين 40 إلى 50 طن، مجموع إجمالي كل شاحنة الواحدة من الشاحنات الإجمالي الحمولة هي 4038 طن. المواد مختلفة، منها مواد غذائية، منها مساعدات إنسانية، مساعدات إغاثية مختلفة، منها مدافئ، الحمولة مختلفة. اليوم بعد 4 أيام في الطريق من بغداد وصولا إلى مدينة حلب وصلنا وبدأت عملية تفريغ هذه الشاحنات وفرز المواد، ويعني اليوم سيتم فرزها، وبالتالي هناك تنسيق وحسب توجيهات سماحة الشيخ الأمين بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات السورية بآلية التوزيع. سيد الفقار، يعني نحن بنحكي عن عملية فرز مبدئيا، التوزيع سيكون بإشراف وبالتنسيق كامل مع الدولة السورية؟ مؤكد. القافلة منذ أن دخلت الأراضي السورية وحسب توجيه سماحة الشيخ الأمين بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات السورية، كونها أعلم باحتياجات المواطنين في هذه المناطق. توجهنا ووصلنا إلى حلب والتنسيق مستمر. اليوم سيبدأون مساء بإعداد سلات غذائية بالمواد الأساسية الغذائية، المواد الأساسية، ويتم توزيعها من خلال لجنة، لدينا لجنة أيضا باشرة أعمالها لجنة المسح الميداني. هذه اللجنة ذهبت إلى المناطق المتضررة وبدأت بإحصاء الاحتياجات الفعلية لهذه العوائل، حتى يتم يعني ما يتم توزيع الاحتياجات، أشخاص يحتاجون إلى بعض المساعدات الإنسانية يتم تسليمهم مواد غذائية، لا، التوزيع سيكون حسب الاحتياج، حسب الاحتياج. نحن عم نشوف سيارات إسعاف مجهزة، عم نشوف الشاحنات فيها أدوية كمان. نعم، هناك مساعدات دوائية أيضا معنا كوادر طبية متخصصة بالإسعافات الأولية وبعمليات الإنقاذ. أيضا الحملة يرافقها 450 شخص من أبناء هذه الحركة، حركة عصائب أهل الحق، يرافقوها هؤلاء 450 شخص. بعد الاكتمال من هذا الواجب سيتجهون لتقديم المساعدات الإنسانية، مساعدات حسب الاحتياج، وأيضا هو من ضمن لجنة المسح اللي باشرة أعمالها راح يشوفون طبيعة الاحتياج، وبالتالي يتم إرسال الأشخاص حسب الاحتياج إلى المناطق المحتاجتهم. نحن قدام هذه القافلة حتكون هي الأخيرة ولا في شيء ممكن يكون؟ لا، أكيد ما راح تكون الأخيرة. احنا لسه وصل على سوريا هو جزء بسيط
من المساعدات الغذائية الموجودة اللي تنتظر تفويجها إلى مدينة سوريا. المساعدات، هناك مساعدات أخرى لأهل الحق، وهناك مساعدات من جميع العراقيين. اليوم جميع الشعب العراقي متضامن مع الشعب السوري التي أثقلته الحرب وأنهكه الحصار الأمريكي. فاليوم هذه القافلات جاءت لكسر الحصار الأمريكي على الشعب السوري. أنا سألتك سؤال في البداية، هي من محافظة عراقية معينة ولا من جميع المحافظات؟ هذه القافلة جاءت من 18 محافظة عراقية، من جميع المحافظات العراقية. كل محافظة جمعت التبرعات وجاءت، وتم تجمع هذه الحافلات في الشاحنات في مدينة بغداد، ومن ثم انطلقت إلى هنا. هنا تجري عملية الفرز، لأنه المحافظات كل محافظة جمعت مساعدات إغاثية ومساعدات غذائية، فبالتالي سيكون الفرز في هذا المكان، ومن ثم يتم التوزيع على المواطنين حسب الاحتياج. وقبل ما نكون على الهواء حكتني بموضوع لفت انتباهي، هو التعهد بإعادة استاد حلب الدولي لأفضل مما كان عليه بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة والعمل فيه؟ نعم، حسب المعلومات اللي وصلتنا أنه هيئة الحشد الشعبي العراقية وبالتعاون مع أهل الخير ستقوم بإصلاح كل ما تضرر من جراء الحرب في ملعب حلب الدولي، وأيضا كل ما تضرر من جراء استخدامه. فهناك حملة إن شاء الله ستعقب بعد الانتهاء من عمليات الإغاثة، سترى الملعب بحلة جديدة إن شاء الله. مشكورين كثير ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا أخ رضا. نعم مروان، نعم كما بضع. سمعت هي قافلة مؤلفة من 168 شاحنة. طبعا سبقها يوم البارحة كان هناك أيضا قافلة مؤلفة من 40 شاحنة، وأول أمس كان 23 شاحنة. هي قوافل لم تنقطع، هي على مدار الساعة تصل تباعا إلى مدينة حلب. أنا أتحدث عن مدينة حلب، ما نراه هنا في مدينة حلب. طبعا هناك أيضا إلى المدن السورية، ولكن لابد أن أشير إلى معلومة وصلتنا من قيادة الحشد الشعبي المتواجدة هنا في مدينة حلب، بأن القوافل العراقية البرية التي تصل إلى المدن السورية المتضررة، إضافة إلى الطيران الذي يصل إلى المطارات السورية، لن يقتصر على الجو والبر، وإنما هناك أيضا قوافل من الحشد الشعبي والحكومة العراقية بحرية تجهز من أجل أن تنطلق من خليج البصرة، من البصرة لتصل إلى السواحل السورية. طبعا هناك سيكون الأمر أيضا يشتمل على المحروقات وحوامل الطاقة بالدرجة الأولى، وسيتم التركيز عليها، إضافة إلى نقل حمولات أكبر من المساعدات، لأنها كما تعلم بأن البواخر والنواقل الكبيرة يمكنها أن تحمل بحمولات أكبر بكثير مما تأتي به هذه الشاحنات. ولكن يمكن أن نقول بأن مساعدات التي تصل من العراق هي مساعدات المرحلة الأولى بحسب ما علمنا يوم البارحة. تم تقسيم العمل على مراحل، هي مرحلة الطوارئ الأولى التي شملت الجهد الهندسي كما يسمى في الحشد الشعبي، إضافة إلى الإغاثة السريعة والطارئة بناء على الحالة الإنسانية، إقامة مطابخ والتعاقد أيضا مع مطابخ أخرى في مدينة حلب لأجل تجهيز طعام للنازحين، للمتضررين، للذين لا يمكنهم اليوم العودة إلى منازلهم لأن نتيجة إما لحالة الخوف أو لأن منازلهم متضررة. طبعا سأترك الكاميرا وأكمل الحديث، ولكن إضافة إلى المشافي الميدانية التي استقبلت في يوم واحد قبل 3 أيام استقبلت 400 حالة راجعت المشافي الميدانية في مدينة حلب، إضافة إلى العمل المستمر من قبل القطاع الطبي في الحشد الشعبي. كما أشرنا هي مرحلة الطوارئ، المتوقع لها بحسب ما علمنا بأنها قد تستمر لفترة شهر أو شهرين، ومن ثم سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية إسكان المتضررين، عملية إيجاد سكن يكون لائق للحالة الإنسانية، ومن ثم سيتم العمل على جهود أخرى لربما ستكون من ضمنها المشافي التي تقدم الخدمات الطبية في مدينة حلب وغيرها من المدن السورية المتضررة. طبعا هذا كله سيكون على برنامج مدته تقريبا 6 أشهر في المرحلة الأولى، وفي حال تطلب الأمر أكثر من ذلك علمنا بأن هذا الأمر سيكون طبعاً مستمر في حال تطلب الأمر إضافات أخرى أو مساعدات أخرى تحتاجها سواء الدولة السورية أو الشعب السوري جراء هذا الزلزال أو المتضرر من الحرب. نعم، سأعود إليك بطبيعة الحال رضا لنناقش الكثير من النقاط. دعني أنتقل مرة أخرى إلى اللاذقية، زميل محمد الخضر مراسل الميادين هناك. محمد، ماذا يعني عن الموضوع الهندسي الآن في اللاذقية؟ إلى أي حد تستجيب الفرق الهندسية يعني لموضوع المباني المتصدعة، المباني الآيلة للسقوط؟ لو تحدثنا أكثر عن هذه المشهدية محمد.
نعم مروان، يعني فقط لو بدقيقة تسمح لي قبل ذلك من هذا المكان، معي ضيف من الأخوة العراقيين أيضا، هو السيد حيدر مختار أحد العاملين في الفرق الإغاثية العراقية. نستمع منه يعني عن هذا الجهد الكبير. مرحبا بك. مرحبا بك. يعني عن هذا الجهد الذي يقوم به الحشد والعتبة المقدسة وكل القوى العراقية في الواقع إلى هذه المنطقة، إلى هذه النقطة، نرى عشرات الحافلات والشاحنات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا لتوجيهات المرجعية وبيانه الأخير حول إغاثة الشعب السوري، وجه سماحة متولي الشرعي العتبة الحسينية المقدسة الشيخ الكربلائي كوادر العتبة الحسينية ومن ضمنها اللواء 11 الحشد الشعبي لواء العتبة لواء الأكبر بالذهاب إلى سوريا والعمل والتنسيق مع القطعات الأمنية سواء في داخل العراق وأيضا مع المركز الإغاثة وصولا إلى سوريا. ووصلنا حقيقة إلى اللاذقية وبتنسيق عالي مع الحكومة المحلية وكذلك الحكومة المركزية وبإشراف مباشر من جناب اللواء الحمداني، لواء الحمداني آمر اللواء الأكبر. وحقيقة العمل لم يقتصر فقط على الجانب المساعدات، بل هناك أيضا كوادر العتبة من الطبابة ومن المضيف المركزي وأيضا بقية الكوادر ل دعم وإغاثة الشعب السوري. اليوم لدينا حقيقة الكثير من المواكب وأبناء الدعم اللوجستي. القافلة الأولى التي وصلت ما يقارب 450 عجلة وصلا إلى مرفأ اللاذقية، وأيضا هناك قافلة عبر الممر المكمل عبر الممر البري، وأيضا القافلة الثانية وصل ما يقارب أكثر من 60 عجلة ومستمرة القوافل. اليوم أيضا وصلت بعض القوافل لهذا المكان باعتبار العتبة متواجدة في اللاذقية وعموم اللاذقية. التوزيع حقيقة يشمل الأماكن المتضررة والتي هي أماكن نازحين تضررت من آثار الزلزال، وأيضا بمساعدة وبإشراك الحكومة المحلية والصليب الأحمر. نعم. شكرا سيد حيدر لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لتواجدكم. مروان، يعني إن معدت إلى السؤال الذي تفضلت به، هنا الجهد الهندسي أو ما يتعلق بالأبنية المتضررة هو عمل كبير للغاية. هناك كشف تقريبا على أكثر من 23 ألف منزل من قبل الفرق الهندسية، حوالي 85 فرقة هندسية أو لجنة هندسية تتبع للمحافظة للشركة العامة للدراسات الفنية لنقابة المهندسين. الكشف عن هذه المنازل أو هذه المباني حتى بمعنى أكبر من منازل هو من أجل حسم موضوع حجم التضرر الذي أصابها. هناك كثير من المنازل تضررت بشكل طفيف تحتاج إلى ترميم بسيط، وهناك منازل متصدعة تحتاج إلى جهد هندسي كبير، والأخرى وهي الأقل التي تحتاج إلى هدم. عدد المنازل التي هدمت في هذا الزلزال في محافظة اللاذقية بالكامل كمدينة وكأطراف جبلة وأسطامو ومناطق عديدة محيطة في اللاذقية حوالي 800 بناء هدمت بشكل كامل أو صدرت قرارات هندسية بوجوب هدمها لأنها باتت تشكل خطرا على المدنيين وعلى السلامة العامة وعلى التنقل ضمن الطرقات. هذا الجهد كبير لماذا؟ لأنه حقيقة الإمكانية هي بسيطة في مرحلة ما بعد الدراسة. الآن درست هذه المباني وهناك جهد لإكمال العدد الذي تقدم أصحابه بشكوى من وجود أو بمخاوف من وجود إشكالات هندسية. بدأت بالفعل بعض عمليات الهدم على بشكل بسيط. هناك جهد الأكبر يتصل بالترميم، وهذا يحتاج إلى إمكانيات مادية يعني أموال، ويحتاج إلى إمكانيات هندسية كبيرة جدا، خاصة أن جبهة العمل جبهة كبيرة جدا وتشمل مئات المنازل التي تحتاج والشقق والمباني التي تحتاج إلى ترميم جزئي أو حتى ترميم من المتوسط وأكبر. تماما محمد. أعود مرة أخرى إلى مرسين، الزميل الصحفي من هناك عمر كايد. عمر، يعني بالحديث عن من تركوا منازلهم اليوم، المشردين المنكوبين اليوم، كيف تدار هذه الأزمة؟ ماذا عن الذين خرجوا من منازلهم ويعيشون اليوم في مساكن مؤقتة في هذه المرحلة؟ نعم مروان، هناك تقريبا نحو 2 مليون شخص خرجوا من منازلهم. البعض خرج إلى الولايات والمحافظات القريبة كقونيا ومرسين ومردين، هذه المناطق القريبة خرجوا إليها، وبعضهم خرج إلى أقاربه وسكن مع أقاربه في نفس المنازل. وهناك أناس ذهبوا واستأجروا بعض المنازل، وخصصت الدولة لكل من يستأجر منزلا 3000 ليرة تركي، وحذرت أصحاب المنازل من رفع الإيجار ما فوق 4000. ممنوع استغلال هذه الأزمة
ورفع الإيجارات حتى لو كان هناك طلب كثير على المنازل. وهناك أيضا بعض الناس سكنوا في المراكز الحكومية وفي النوادي وفي بعض القاعات التي خصصتها الدولة لهم، وهناك أيضا بعضهم سكن في بعض الفنادق وخصصت الفنادق لهم بعض الطوابق، وطبعا مجانا، ليس يعني الفنادق تدفع رأس المال، وبعض رجال الأعمال هم الذين يغطون هذه التكاليف لكن فقط بتكلفة رأس المال، وبعض المؤسسات وأيضا الدولة. وهناك أيضا الكثيرين جلسوا في الخيام، جرى حتى الآن تجهيز 15,000 بيت مجهز، هذه البيت مجهزة يعني تحافظ على كرامة الإنسان شيئا ما، فيها بعض التجهيزات الجيدة لكنها لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا للمنازل، بل هي سكن مؤقت هو جسر من بين الخيمة إلى البيت. هذا يعني أفضل، هذه البيوت هي أفضل من الخيمة، وهذه البيوت إن حصلت زلازل لا يمكن يعني لا يمكن أن يتضرر الإنسان إلا إذا يعني قدر الله أن يكون الزلزال أحدث شقا في الأرض أو مثلا كان قويا وأحدث انشقاقا كبيرا في الأرض وأدى إلى ابتلاع هذه المنازل، هذه حدثت في أماكن محددة جدا جدا. هذه هي صورة النازحين بشكل عام. وأيضا في الأمس سلطنا الضوء على بعض النازحين الذين قصدوا الجبال ويعيشون في الخيام في جبال طوروس أو في بعض المنازل، وخاصة أن المنازل في جبال طوروس هي منازل ليست عالية، طابق أو طابقين، وهذه غالبا لا تتضرر على نحو كبير جراء الزلازل. الناس يخشون مثلا في المناطق الساحلية في مرسين التي نقف فيها أو على طول الحد، على طول هذا الخط الساحلي إلى ألانيا إلى أنطاليا إلى مرمريس إلى هذا الخط الساحلي، يخشون من حدوث تسونامي، لهذا بدأ الكثير منهم يبتعدون عن هذه المناطق. يوجد أناس ما زالوا يسكنون لكن هناك خشية وخوف وقلق من هذا الأمر، لأن الكثير من المحللين المتخصصين بموضوع الزلازل دائما يخوفون الناس من هذه الأمور، ويمكن أن تكون أمور واقعية وحقيقية وعلمية، لكن جراء هذا الكلام الكثير الذي يجري في شاشات التلفزة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أناس ذهبوا إلى بعض المناطق البعيدة. أيضا هناك وصلتنا معلومات أنه في إسطنبول بعض الناس بدأت تنزح لأن هناك خشية في إسطنبول أن يحدث هناك زلزال. هناك بعض المناطق مروان، هذه مناطق شعبية وهذه مناطق الأبنية فيها متهالكة وأبنية فقيرة وبيوت ضعيفة، بدأوا ينزحون من هذه البيوت إلى الأماكن التي بنيت فيها بيوت مقاومة للزلازل. هذه يعني هناك حالة خوف عامة لأن حركة الزلازل، هنا يوجد مركز للزلازل وأيضا في إسطنبول ويوجد أيضا في الشمال الشرقي لتركيا، فهناك خشية عامة، الناس يعني بصراحة في حيرة في قلق في خوف، نستطيع أن نلمسه في وجوه كل الناس الموجودين هنا، ولا سيما أن حركة الأرض لم تتوقف حتى الآن، يعني كل الوقت نشعر أن هناك اهتزاز لكن أحيانا يكون خفيف أحيانا يكون أقوى، لكن الهزات الكبيرة بدأت تتراجع إلى حد ما. تماما عمر، مرة أخرى أعود أيضا للزميل رضا الباشا مراسلنا من حلب. رضا، يعني قبل الحديث عن موضوع المسح العمراني والأبنية الآلية للسقوط، كيف تتم إدارة هذه المسألة، ماذا عن المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا رضا؟ نعم مروان، فعلا كنت أقرأ الآن إحصائية عن شمال غرب سوريا، أرقام مهولة طبعا هي في شمال غرب سوريا. عدد النازحين بلغ إلى الآن 1,898,000، ما يزيد عن هذا الرقم. طبعا هؤلاء نزوح مؤقت، أما النزوح الكامل فنتحدث عن ما يقارب 200,000 نسمة في شمال غرب سوريا، هم في حالة نزوح دائمة في هذه المنطقة. إضافة إلى أن عدد العوائل التي تسكن في مراكز الإيواء قارب 60,000، في حين أن عدد العوائل المتضررة بشكل كبير تجاوز 20,000 عائلة. طبعا هناك ما يقارب
53 منشأة طبية تضررت جراء الزلزال. أيضا هناك عمل ل60 منظمة إغاثية في المنطقة. طبعا دخل عبر معبر المعابر التي فتحت 263 شاحنة من ضمن الحملات الإغاثية إلى تلك المنطقة، وبمعظمها دخل عبر معبر باب الهوى الحدودي الذي تسيطر عليها الحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. الأمم المتحدة إلى الآن أدخلت 200 شاحنة إلى هذه المنطقة بشكل متقطع على دفعات. يوجد أكثر من 60,000 عائلة مروان تحتاج اليوم إلى إغاثة سريعة، وقدرت الأضرار المالية في شمال غرب سوريا بما يقارب 600 مليون دولار، هي تقييمات وأحصائيات طبعا أولية، يمكن أن تزداد في مع استكمال عمليات الإحصاء والمسح لتلك المنطقة. طبعا نتحدث عن ما يقارب المليون نازح الآن في شمال غرب سوريا جراء الزلزال، يضافون إلى مليوني نازح كانوا قبل الزلزال، أي أن اليوم في شمال غرب سوريا عدد النازحين بات يقارب 3 ملايين نازح، منهم لربما سيعود إلى منزله في الفترة المقبلة أو سيعود إلى مكان إقامة في الفترة المقبلة، في حين أن آخرين لن يتمكنوا من العودة. يتوقع بأنه في شمال غرب سوريا سيكون عدد النازحين بشكل دائم 500,000 نازح. أيضا اللافت في شمال غرب سوريا بأن عدد السوريين الذين نزحوا جراء الزلزال داخل الأراضي التركية ودخلوا إلى الأراضي السورية قارب 25,000 نازح دخلوا إلى داخل الأراضي السورية، منهم من ذهب إلى منازل أقرباء له في تلك المنطقة، وفي معظمهم اتجهوا إلى مخيمات النزوح التي أقيمت. طبعا إلى الآن تم توزيع ما يقارب 25,000 خيمة على النازحين في تلك المنطقة، والحديث بأن المنطقة تحتاج إلى ما يقارب 60,000 خيمة كمرحلة أولية لكي تتمكن على الأقل من استيعاب صدمة النازحين التي هي في ازدياد جراء الهزات الارتدادية والزلازل المتكررة. طبعا هذا المشهد في شمال غرب سوريا يرجح بأنه سيزداد صعوبة في ظل طبعا إغلاق المعابر البينية التي تصل الجغرافيا السورية بعضها ببعض، وفي ظل منع العديد من السكان من الوصول سواء لتلقي العلاج. طبعا نحن نتحدث عن حالات علاجية صعبة، سحق بعض الأطراف، بتر للأطراف، في ظل ضعف الإمكانيات في تلك المنطقة، حياة العشرات ولربما المئات من المتضررين جراء الزلزال هي الآن في خطر، نتيجة كما أشرنا تعرض منشآت طبية لدمار جزئي أو كامل، أو حتى نتيجة لعدم توفر إمكانيات تساعد على هذا على تلقي العلاج وتقديم العلاج. لذلك بات موضوع فتح المعابر البينية مروان التي أعلنت الدولة السورية بأنها مفتوحة على مدار الساعة وفي اللحظات التي يريد الطرف الآخر أن يفتحها، وبأنها مفتوحة ولو كانت من طرف واحد. بات من الضروري جدا فعليا من الناحية الإنسانية أن تفتح هذه المعابر، وهي معابر متعددة تصل شمال غرب سوريا بشمال بمناطق الدولة السورية، ولكن للأسف يوم البارحة كانت هناك إشارات صعبة تقول بأن هذه المعابر ليس فقط لن تفتح بل أن الجبهات لربما ستشهد تصعيد، خاصة وأن نقاط متعددة للجيش السوري يوم البارحة تعرضت لهجمات من قبل مسلحي هيئة تحرير الشام أو حتى من قبل المسلحين الأجانب من الحزب الإسلامي التركستاني والفصائل الشيشانية المتواجدة في هذه المنطقة، ما يوحي بأن هذه المنطقة بدل أن تذهب من أجل تخفيف التصعيد من أجل مساعدة الحالة الإنسانية في تلك المناطق يلجأ الطرف الآخر للتصعيد على هذه الجبهات لربما ليبرر سبب عدم فتح هذه المعابر وعدم تسهيل تقديم عونات للحالة الإنسانية المتواجدة في تلك المنطقة. تماما رضا، عودة إلى اللاذقية إلى مراسل الميادين من هناك محمد الخضور. أستكمل معك محمد، كيف تتواصل قوافل الدعم وقوافل الإغاثة إلى مدينة اللاذقية حيث تتواجد أنت أيضا في هذه الأثناء؟
نعم مروان، يعني نحن نقف أمام هذا المخبز المتنقل المقدم من العتبة الحسينية في العراق دعما للمتضررين من الزلزال. ترى يعني هذا المخبز هو جزء من هذا الجهد الذي يقدم الوجبات الغذائية، تم إقامته في هذه المنطقة، المنطقة الحرة، وهو يعني بتجهيزاته وبمكوناته من مقدم من العراق، حتى الطحين، حتى المواد الإغاثية، حتى ما يتصل في الواقع بمطبخ متكامل حتى في هذه المنطقة. تتوجه يعني كانوا يتحدثون إلي بعض العاملين في هذا المكان أن العدد ربما يصل إلى حوالي 70,000 قطعة خبز توزع في هذه المناطق للمتضررين والمحتاجين. أنا معي هنا السيد أبو أيمن من العتبة المقدسة، من القادمين مع هذه الحملات التي تأتي إلى سوريا. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بقناة الميادين الكريمة. يعني ماذا تحملون معكم عدا عن هذا هذه القوافل التي نراها إلى الشعب السوري؟ هناك على ما يبدو يعني غرفة عمليات متكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة لنداء المرجعية العليا وبتوجيه مباشر ودعم عالي جدا من لدن الأخ الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الأستاذ نوري المالكي، هبت لجنة الإغاثة التابعة لهذا الحزب بالإعلان عن جمع التبرعات من مختلف أبناء الشعب العراقي لجمع هذه التبرعات والمساعدات والقدوم بها إلى شعبنا المتضرر في سوريا. وبالنتيجة الشعب العراقي استجاب مشكورا من كل طبقاته، من الميسورين ومن التجار ومن المقاولين ومن النواب، وكذلك من كل أبناء الشعب العراقي قدموا هذه المساعدات. وإن شاء الله تعالى بالقريب العاجل ستقدم مباشرة إلى العوائل المتضررة، وهذه المساعدات فعلا وصلت إلى عدد كبير وجيد من مختلف المواد بحدود 1,000 طن على ظهر 32 تريلة كبيرة، وتحمل المواد المختلفة من المواد الغذائية، المعلبات، التمور، الفرش، البطانيات وغيرها من هذه المواد، الطحين، التمن، الحبوبات، كل ما يحتاجه إخواننا الشعب السوري. فعلا توجهنا، واليوم لله الحمد صبيحة هذا اليوم الجمعة وصلنا إلى منطقة اللاذقية من أجل توزيع هذه المساعدات إلى إخواننا. شكرا جزيلا سيد خالص. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم. شكرا جزيلا. هذه هي على ما يبدو يعني الحملات مستمرة من أكثر من طرف ضمن الحشد الشعبي، العتبة المقدسة، حزب الدعوة، وفي الواقع قوى وجهات عراقية كثيرة للغاية تساهم بهذا الدعم الإغاثي للمتضررين. نعم. من الزلزال في حلب وفي حماة وهنا حيث نتواجد في اللاذقية. تماما زميلنا محمد الخضر. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة يعني آخر الأخبار الاقتصادية والمتعلقة بتداعيات الزلزال مع الزميلة أليسار كرم. مرحبا أليسار. مرحبا بك مروان، شكرا لك. أظهرت بيانات البنك المركزي التركي انخفاضا في صافي الاحتياطيات يقدر ب7 مليارات دولار منذ الزلزال، ويرجح المصرفيون اتخاذ السلطات خطوات إضافية لخفض الطلب على النقد الأجنبي. وكان البنك المركزي التركي قد عدل توقعاته لسعر الليرة عقب إحصاء الخسائر الناجمة عن الزلزال، وتوقع أن تنخفض إلى 22 ليرة و84 قرشا في مقابل الدولار حتى نهاية هذا العام. وكان وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي قد أعلن تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد في البلاد باستثناء التضخم، وقال إن الإجراءات الأخيرة مثل تحسين الأجور والتعويض على المتضررين من الزلزال ليست موجهة لخدمة الانتخابات، بل على العكس من ذلك يجب اعتبارها تقاسما للمكتسبات مع المواطنين. يذكر أن المعدل السنوي للتضخم يبلغ حاليا 58%، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في تركيا.
جددت الحكومة التركية تعهدها بصرف 5000 ليرة تركية شهريا للمالكين الذين فقدوا منازلهم من جراء الزلزال، و 3000 ليرة للمستأجرين الذين أجبروا على إخلاء منازلهم. وكانت الحكومة قد صرفت الأسبوع الماضي نحو 10000 ليرة لكل أسرة ناجية من الزلزال عن طريق فروع المصارف الحكومية، كما صرفت نحو 100000 ليرة لأسر الضحايا. قال وزير البيئة والتطور العمراني التركي مراد قروم إن الأبنية الجديدة التي سيجري تشييدها في المناطق المنكوبة محدودة الأدوار وقليلة الطبقات، والمتاجر لن تكون أسفل الأبنية بل إلى جانبها. وفي خلال زيارته إحدى المناطق المتضررة لفت إلى أن تسليم المساكن والمحال سيجري بعد نحو عام من الآن، ودعا قروم جميع المواطنين إلى إيلاء مشروعات إعادة تأهيل المدن مزيدا من الأهمية، لافتا إلى اكتمال 80% من عمليات التحقق من سلامة الأبنية في المناطق المتضررة من الزلزال. أفادت وزيرة الداخلية الألمانية بأنه جرى إصدار 96 تأشيرة شنغن لمواطنين أتراك، فيما وصل عدد الطلبات المقدمة للم شمل الأسر إلى 15 طلبا. وقد زارت الوزيرة الألمانية مركزا لقبول التأشيرات أعيد افتتاحه في غازي عنتاب، حيث من المقرر منح متضررين من الزلزال تأشيرة لمدة 3 أشهر للإقامة المؤقتة لدى ذويهم في ألمانيا. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه في ضوء شدة الأزمة الإنسانية بسبب الزلزال قرر تخفيف الإجراءات العقابية ضد سوريا للسماح لمنظمات الإغاثة بالتسليم السريع للمساعدات من دون التقدم بطلب لمدة 6 أشهر. وقال المجلس الأوروبي إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج على مدى 6 أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل. وجاء هذا الإجراء نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال. بحث وزير الصحة السوري حسين الغباش مع الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية مصطفى السيد سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي والإغاثي بما يخدم متضرري الزلزال. الغباش أكد عمق العلاقات بين سوريا والبحرين، مبينا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساعدات الأكثر ضرورة في الوقت الحالي والتنسيق لإيصالها إلى مستحقيها. ولفت الغباش إلى أن مجموعة من الأطباء البحرينيين ستنضم إلى صفوف الأطباء السوريين للعمل معا والاطلاع على الواقع الصحي، معربا عن شكره للبحرين. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا بالتنسيق مع الحكومة، وتكونت من 14 شحنة سيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري. قافلة المساعدات تحمل على متنها أغطية وفرشا ومولدات وطرودا صحية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، وتم تسليم هذه القوافل بنظام التبادل على معبر جابر نصيب بين الهلال الأحمر السوري ومنظمات الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الشاحنات المرسلة برا إلى 75 شاحنة. بهذا نختم الموجز ونعود من جديد إليك مروان. شكرا أليسار. إذن مشاهدينا الكرام، يعني وبعد أكثر من أسبوعين على الكارثة، ملف الصحة النفسية يفرض نفسه بقوة على واجهة الحدث. اضطرابات يعانيها الأطفال تحديدا خشية من الهزات الارتدادية، هناك مخاوف أيضا من الأماكن المرتفعة، شعور مستمر بالدوخة، تفاصيل كثيرة مشاهدينا نناقشها مع ضيفنا من القاهرة استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز. دكتور جمال ضيفي من القاهرة بعد التحية، يعني أنا سأستعير جملة ذكرها قبل قليل زميلنا الصحفي من تركيا عمر كايت، قال وهو يعني يرى ويراقب الناس في منطقة مرسين في منطقة أنطاكيا، يقول أنه الخوف تستطيع أن تلمسه في وجوه الناس، والخوف بطبيعة الحال يعني هو ظاهرة طبيعية، ولكن إذا أردنا نتحدث إضافة إلى الخوف، أي انعكاسات تركتها هذه الأزمة، هذه الظاهرة، أي انعكاسات تركتها الزلازل على نفوس الناجين من الزلازل دكتور جمال؟ بص يا فندم،
النهارده الناس اللي نجت احنا عندنا في مختلف اعمار مختلفه، في اطفال اقل من 4 سنين، في اطفال اكبر من 4 سنين، في بالغين او كبار السن، في عندنا ناس فقدت زوجها، في ناس فقدت منازلها، في ناس خرجت من المحنه. الحمد لله رب العالمين لم يحدث لهم وفاه لاحد من الاقارب او فقدان للمنزل. فاحنا قدام نوعيات متعدده. هنا ما بعد الزلزال ومع هذه الارتدادات اللي بتحصل كل فتره بنلقى في بعض الاضطرابات النفسيه ابتدت تظهر مع بعض الناس. دائما وابدا احنا بنركز اول حاجه على العاطفه ثم النوم ثم الاكل. العاطفه بمعنى ايه؟ ان الناس دلوقتي في هذا الكرب الشديد وما حدث لهم محتاجين عاطفه قويه جدا اللي هو الاحتواء، زي ما احنا شايفين ناس من العراق، ناس من لبنان، ناس من سوريا، ناس من دول من مصر، ناس من هنا، ناس من هنا، كله بيساعد. ده بيعطي نوع من الثقه شويه ان في ناس معايا، بيقل كثيرا من مشاعر الخوف او الرعب اللي هم بيحسوا بيه طبعا. نعم. في الناس اللي فقدت منازلها طبعا لما بتلاقي في مكان ايواء بيحتويها، اكل مشرب، كل ده ملابس، كل ده بيساعدها، ولكن الاساس هو العاطفه. احنا هنا بندور على حاجتين، بندور على نوم وندور على اكل. ليه؟ هم منهم بشخص لو في اضطرابات نفسيه قد تكون مصاحبه، لان في بعض الناس مش كل اللي تعرضوا للزلزال او في المناطق المنكوبه لديهم تاريخ مرض نفسي، ولكن اللي لديهم تاريخ مرض نفسي هنا تبدا تظهر معاهم بعض الاعراض اللي يسمى عصام بعد الصدمه. عصام بعد الصدمه ده ان هو تبدا معاه كوابيس، تبدا معاه بعض من الاعراض الجسمانيه، صداع، جفاف الحلق، ضربات القلب زياده، خلل كتابه، الام المعده، الام القولون، رعشه الاطراف. في بعض الناس منهم لما بتتذكر حدث للاسف الشديد مع نوبه عرق شديده وقد تصل الى عفوا التبول لا ارادي لما بيتذكر الاحداث. في ناس بتتعرض ما يسمى الكراش سندروم اللي هو الضغط على الاجزاء الجسد فترات طويله نتيجه وقوع المنازل عليهم. تماما. دكتور ايضا اضافه الى ما تتفضل به، هناك حاله خوف، يعني خاصه هذا ما شهدناه في بعض المحافظات السوريه، هناك يعني مواطنين حتى هذه اللحظه ما زالوا موجودين في الخيام، لا يريدون الذهاب الى منازلهم حتى لو كانت هناك منازل يعني جاهزه للسكن. هذا شهدناه ايضا في العاصمه اللبنانيه بيروت بعد حصول هزه قبل يومين عمليا. هذا الخوف يعني ما سببه او كيف يمكن ان يتم التعامل مع حاله الخوف؟ هناك الكثير من الناس بقوا لفترات طويلة في الشارع، خافوا أن يذهبوا إلى منازلهم عمليا. أنت حضرتك بتتكلم على الناس اللي في سوريا وفي لبنان. أنا لا، أنا أقول لحضرتك في ناس في أوروبا، في ناس في القاهرة ابتدت منازلها اللي هي ساكنة فيها في أماكن عليا واتنقلت لمساكن أخرى، أدوار منخفضة أو في مناطق ريفية. كل ده هنا ما يسمى الخوف من الزلزال. ابتدت بقى رعب بيجي لبعض الناس ان هو ابتدى يعلق في ذهنهم ان في زلازل اخرى قادمه وان الزلزال القادم قد يكون اشد قوه، وبالتالي انا هفقد نفسي او هفقد زوجي او هفقد ما املك. هذه حته الخوف الشديد احنا بس دايما بنتكلم فيها. احنا ناس بنتكلم بايات الله سبحانه وتعالى، نقول للناس نعم، فبنتكلم الناس دايما نقول لهم هذه الزلازل لم تكن متوقعه ومع ذلك حدثت، ولكن لا احد يمكن يتوقع بحدوث شيء غير ان احنا بناخد اجراءاتنا الاحترازيه، نفهم اولادنا يتفاعلوا ازاي مع الزلزال، نفهم الناس الاسعافات الاوليه، نفهم الناس ان ما فيش حاجه اسمها زلزال هيجي وحد هيقول لك ده هيجي بعد يومين ولا ثلاثه، كل ده في علم الغيب عند ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي مطلوب مننا ان احنا ناخد الحذر، والاهم من كده نفهم اولادنا التعامل. نعم. ان احنا دائما ندعم نفسنا عاطفيا ونفسيا زي ما الاخرين بيدعمونا، واحنا ندعم نفسنا كاسر وكمجموعات تعرضت لهذا الموقف الضاغط. كل ما يبقى في دعم نفسي وفي عاطفه عاليه كل ما يبقى في تزاوج جاهز احنا باذن الله. كل الشكر لكم الاستشاري في الطب النفسي من القاهرة دكتور جمال فرويز. الشكر موصول أيضا إلى مراسلينا من اللاذقية، مراسل الميادين محمد الخضر من حلب، مراسل الميادين رضا الباشا من مرسين، الزميل الصحفي عمر كايد. إذن مشاهدينا الكرام نشكركم أيضا على طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.